ضربات غامضة طالت أبرز عناصر وضباط الحرس الثوري الإيراني بالقرب من الحدود العراقية صباح هذا اليوم، وهذه الضربات جاءت في الداخل السوري. العديد من المصادر المهمة تحدثت عن طبيعة ما جرى، مثل البارنز ودير الزور 24 والمرصد السوري لحقوق الإنسان. لا بل كانت هنالك لقطات أيضا لهذه الضربات التي جاءت في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم بهذا الشكل الذي ترونه، ضربات كبيرة للغاية قد طالت عددا من النقاط بالقرب من الحدود العراقية. كما تلاحظون هذه نقاط مدمرة من النقاط التي ضربت، أغلقت بعض المناطق كما تلاحظون، وكانت عين الفرات أيضا نقلت بعض الصور لطبيعة هذا الدمار، وكان هنالك نقلا للعديد من القتلى والجرحى من الحرس الثوري الإيراني وحتى من الفصائل المسلحة المقربة من إيران. الضربات جاءت باتجاه هذه طبعا واحدة من اللقطة من الضربات أو اللقطات التي جاءت في هذه المنطقة. الضربات جاءت بشكل عام في هذه المنطقة الملونة المتمثلة طبعا في سوريا، هنا العراق طبعا، هذه الحدود الفاصلة بين العراق وبين سوريا، المنطقة باللون الأحمر هي منطقة سيطرة النظام السوري والفصائل المسلحة المقربة من إيران، المنطقة باللون الأصفر هي تمثل شرق نهر الفرات، تواجد قسد وقوات التحالف الدولي كله هنا في هذه المنطقة الصفراء. الذي جرى بأن كانت هنالك طائرة محملة بعناصر الحرس الثوري الإيراني قادمة من دمشق وذاهبة برحلة إلى دير الزور، ووصلت فعلا إلى دير الزور، وكان عناصر الحرس الثوري الإيراني الذين هم على متن هذه الطائرة مزودين بمعدات لوجستية مهمة، وقاموا بالوصول طبعا إلى دير الزور، وذهبوا إلى حي الفيلات، إلى إحدى الفلل الموجودة هناك، وهذا الحي يعتبر نقطة اتصالات مهمة بالنسبة للحرس الثوري الإيراني. وهنا طبعا هم كانوا تحت الرصد، وهنا جاءت الغارات الكبيرة من قبل عدد من الطائرات الحربية وكذلك الطائرات المسيرة. بحسب هذه التقارير 10 غارات نفذت على دير الزور وعدد من المناطق الأخرى. طبعا هذه الضربة استهدفت مباشرة الفيلا التي كان فيها هذا الاجتماع، مما أدى إلى سقوط هذه الفيلا بالكامل على 8 إلى 9 عناصر ممن هم متواجدين هناك، وهذا الأمر أدى إلى مقتل عناصر من الحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة المقربة من إيران هناك. كذلك كانت هنالك 3 نقاط أخرى قد استهدفت في دير الزور، واحدة منها هو مقر للاتصالات وأيضا مقرا أمنيا آخر، بالإضافة إلى مستودعا للأسلحة في مستودعات عياش، هو كان أيضا نقطة للاستهداف. بعد ذلك تم استهداف مقر للفصائل المسلحة في منطقة المزارع في الميادين، وأيضا مقر للفصائل المسلحة العراقية هذه المرة في معبر السكك في الداخل السوري كما تحدثت مرة أخرى هذه التقارير، وموقع دير الزور 24 والضربة على هذا المعبر. هذا المعبر يعتبر ويطلقون عليه أيضا المعبر الإيراني بسبب أنه معبر يستخدم من قبل إيران والفصائل المسلحة المقربة منها في عملية نقل قياداتهم أسلحتهم وغيرها من الأراضي العراقية إلى الأراضي السورية. والأخطر من ذلك هي الضربة التي جاءت باتجاه البوكمال، مقرين هي التي ضربت في القائم أو في البوكمال عفوا في الداخل السوري، وهذا طبعا وهذه المقرات التي استهدفت واحدا منها هو المكتب الأمني الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى مقر آخر وهو بالقرب من شارع الهجانة هو الذي كان قد استهدف في البوكمال. وهذه الضربات دمرت المقرين، المقر بالقرب من شارع الهجانة كان فيه اجتماع لعناصر مهمة وضباط مهمين في الحرس الثوري الإيراني مع عناصر كذلك من حزب الله اللبناني كانوا متواجدين في هذا المبنى، وهذه الضربات طبعا أدت إلى مقتل العديد من العناصر وجرح العديد من العناصر في البوكمال من كل الفصائل والحرس الثوري الذي نتحدث عنه بشكل عام. كل هذه الضربات التي نتحدث عنها أدت في نهاية المطاف بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى مقتل وجرح ما يقارب 50 عنصرا، 20 منهم بشكل مؤكد هم من الحرس الثوري الإيراني. الاتهامات ذهبت مباشرة في بادئ الأمر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي خلف كل هذه الضربات، لكن سرعان ما نفت الولايات المتحدة بأنها كانت خلف هذه الهجمات، وهذا هو الذي جعل أصابع الاتهام تتجه مباشرة إلى إسرائيل بأنها هي كانت خلف كل هذه الضربات التي نتحدث عنها. ومن العناصر التي قتلت من الحرس الثوري الإيراني على المستوى الرسمي كما تحدثت الأوساط الإيرانية هو بهروز وحيدي، وهو أحد عناصر الحرس الثوري الإيرانية الفاعلة في
في الداخل السوري، وكانت هنالك معلومات قد نشرت من قبل وكالة إيرنا كما نلاحظ هنا من المعلومات التي تحدثت عنها بأنه قتل صباح هذا اليوم فجر هذا اليوم الثلاثاء، وطبعا قتل هو في دير الزور كما تلاحظون هنا، وقالوا بشكل واضح بأن إسرائيل هي كانت خلف هذا الاستهداف، ويعني أن الولايات المتحدة الأمريكية فعلا لم تكن خلف هذه الضربات بحسب التأكيدات الإيرانية كما نرى. كذلك كانت هنالك تقارير متضاربة نقلتها الأوساط الإسرائيلية مثل إسرائيل هيوم، تحدثت عن تقارير غير مؤكدة عن استهداف عنصر مهم في الحرس الثوري الإيراني، ألا وهو الحاج عسكر. هذا الرجل هو قائد الحرس الثوري الإيراني في البوكمال، قالوا بأنه كان موجودا في البوكمال في الاجتماع في المقر بالقرب من شارع الهجانة، وكان قد قتل جراء هذه الضربة. تقارير أخرى قالت بأنه كان قد أصيب إصابة بالغة ودخل إلى المشفى الإيراني في البوكمال مغمى عليه، وتقارير أخرى أكدت بأنه لم يكن أساسا موجودا في سوريا، وبأنه سحب لإيران منذ ما يقارب 7 إلى 10 أيام، بالتالي لم يصب بأي أذى. بالتالي هنالك تقارير متضاربة، ولكن واضح جدا بأننا أمام فعلا مقتل وأمام ضربات أدت إلى قتلى في عناصر الحرس الثوري الإيراني بشكل عام. الجانب الإسرائيلي هنا واستهدافاته هنا لا تأتي من فراغ أبدا، هم يضربون طريقا مهما للغاية هنا الذي هو طبعا قادم من العراق إلى سوريا. الضربات التي جاءت هنا هي تأتي كتكملة على ما يبدو بالنسبة للجانب الإسرائيلي لتحقيق أهداف معينة. إسرائيل ركزت في الفترة الأخيرة على استهداف جبال والمخازن الأسلحة الخاصة بحزب الله اللبناني في جبال القلمون هنا، وكذلك استهدفوا بعلبك وعدد من النقاط الرئيسية في بعلبك التي تعتبر المعقل الرئيسي لحزب الله اللبناني، وقالوا بأنهم ضربوا مستودعات للأسلحة موجودة في هذه المنطقة، وضربوا كذلك مصانع لصناعة الأسلحة. والهدف الأساسي هنا إبقاء حزب الله اللبناني ضعيفا، خاصة وأن الجانب الإسرائيلي من التقييمات الأخيرة الخاصة به والتي نشرتها وال نيوز في 48 ساعة الماضية، نقلتها أيضا الإسرائيل رادار، أكد الجانب الإسرائيلي بأن ضرباتهم المسؤولين الإسرائيليين ضرباتهم منذ أحداث غزة حتى هذا اليوم أدت إلى إلحاق أضرار كبيرة بالقدرات العسكرية لحزب الله اللبناني. وعلى هذا الأساس نلاحظ بأننا أمام طريق ممتد من إيران إلى العراق إلى سوريا لتدخل الأسلحة من قيادات وعناصر مهمة عن نقل هذه الأسلحة، والأسلحة بنفسها تنقل إلى هذه المنطقة والتي ممكن أن تنتقل إلى هذه المستودعات الموجودة هنا التي هي تعتبر قريبة للغاية من بعلبك، والتي تنتقل طبعا من بعلبك إلى حزب الله اللبناني. بالتالي واضح جدا أن إسرائيل تضرب خطوط الإمداد للأسلحة لحزب الله، خاصة وأن إسرائيل الآن دخلت في مشكلة حقيقية. الأمر تطور مع انقلاب الولايات المتحدة الأمريكية ووقوفها تماما ضد إسرائيل بعدم التصويت بالفيتو على قرار إيقاف إطلاق النار الذي طرح وتبناه مجلس الأمن الدولي. الولايات المتحدة بامتناعها بالتصويت بهذا الشكل هو أول موقف من الولايات المتحدة الأمريكية يوضح بأنهم ضد إسرائيل، وبالتالي الأمور انتقل من التصريحات إلى الأفعال من الولايات المتحدة. كذلك تدفق الأسلحة لإسرائيل الآن قد أصبح مختلفا، هنالك ضعف في عملية إمداد الأسلحة وتباطؤ من إمداد الأسلحة من قبل الولايات المتحدة لإسرائيل. كذلك دول مثل إيطاليا وكندا وغيرها توقفت تماما عن إرسال الأسلحة لإسرائيل. بالتالي إسرائيل لا يمكن لها أن تسمح لأي أسلحة إيرانية قادمة من الفصائل المسلحة أو غيرها من أن تأخذ طريقها بهذا الشكل البري لتصل إلى حزب الله اللبناني، أو حتى أن تأتي بالجو من قبل إيران لتهبط على سبيل المثال في مطار دمشق، وبعد ذلك تنتقل الأسلحة إلى نفس المستودعات وتجد طريقها مباشرة لحزب الله اللبناني. تريد إسرائيل إبقاء حزب الله ضعيفا، تضرب قدراته بشكل مستمر للإعداد لحرب قادمة، أو على الأقل إبقاء الأمور تحت السيطرة، لأن هنالك العديد من الجبهات المفتوحة على الجانب الإسرائيلي. ولو لاحظنا هنا من الضربات على بعلبك على سبيل المثال والمخازن الموجودة هنا في 48 ساعة الماضية، كانت هنالك ضربة تحدثت عنها وزارة الدفاع الإسرائيلية وصورتها بهذا الشكل، أكدوا أن هذا مصنعا للأسلحة ومستودعا للأسلحة مهم للغاية قاموا باستهدافه. وتلاحظ هنا أن الضربة والانفجارات كبيرة للغاية، بعدما استهدفوه استمر هذا الموقع بالانفجار، يوضح لك أن فعلا هنالك أسلحة ومعدات موجودة في هذه النقطة التي استهدفتها إسرائيل. وإذا ما حاولنا أن نأخذ بعض العلامات لنتعرف على طبيعة هذه المنطقة الجغرافية، نلاحظ طبعا
من الشكل المميز لهذا المبنى، يبدو مميزا على المستوى المعماري كما نلاحظ. وكذلك أن هنالك مبنيين هنا كما هو واضح خلف هذا المصنع أو المستودع الكبير، وتلاحظ بعض العلامات التي يبدو بأننا أمام ألواح للطاقة الشمسية موجودة هنا، تبدو باللون الأبيض عادة في مثل هذا التصوير للطائرات. وتلاحظ هنا طريقا عاما أيضا، بالتالي إذا ما ذهبنا بسرعة بالقمر الصناعي إلى بعلبك الآن، خاصة وأن إسرائيل قالت بأن هذه النقطة كانت في بعلبك، سنلاحظ بأن هذا الموقع موجود إلى شمال شرق بعلبك. هذه بعلبك، إلى شمال شرقها ستلاحظ هذا المبنى الذي نتحدث عنه، هذا هو بالضبط هو المبنى الذي نتحدث عنه بالاتجاه إلى الشمال والاقتراب من مبنى، كل شيء متقارب، كل شيء متطابق مع ما تحدثنا عنه. تلاحظ نفس المبنى تماما ونفس الشكل، وهذه هي ألواح الطاقة الشمسية، كل شيء متطابق كما نتحدث الآن، بالتالي ليس هنالك فرقا واحدا من الصورة التي رأيناها، وهذا هو الطريق الذي كان واضحا بالنسبة لنا. وهذا الموقع يعتبر موقعا مهما، لاحظ بأنه قريب يأتي باتجاه الحدود مع سوريا، هذه مسألة مهمة. هذه هي بعلبك، الموقع هنا تقريبا إذا ما توقفنا طبعا بهذا الاتجاه، هذا هو الموقع، هذه هي الحدود مع سوريا، وهذا الموقع يأتي والمخازن تأتي هنا بالضبط، هي قريبة للغاية من بعلبك والتي من خلالها ترسل الأسلحة، وهي قريبة كذلك أيضا من طريق الأم 5 الذي يمتد باتجاه حماة وحمص وغيرها من هذه المناطق المهمة، وبالاتجاه المعاكس أيضا تتجه باتجاه دمشق. وإذا ما اقتربنا من هذه المستودعات للأسلحة التي نتحدث عنها والتي تضربها إسرائيل بشكل مباشر وتعتبر نقطة لنقل الأسلحة، هذه هي المستودعات كما هو واضح بالنسبة لنا. واضح جدا هنا أن إسرائيل قلقة جدا من التطورات مع الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا إدارة بايدن، وبايدن اتخذ هذا القرار الذي تفاجأ به الجميع، قد لم يتفاجأ به الجميع، هنالك من تفاجأ فعلا أن الولايات المتحدة تأخذ موقفا معاديا نوعا ما من إسرائيل بأنها ليست 100% مع كل ما تقوم به إسرائيل وبأنها مع حقوق الإنسان وغيرها، وذلك بسبب الانتخابات الأمريكية. لم يتبقى على الانتخابات الأمريكية سوى 7 أشهر فقط، وهنالك حسابات لفريق الرئيس الأمريكي جو بايدن حول ما ممكن أن يكون قادما من هذه الانتخابات. الذي جرى في عام 2020 أن جو بايدن ببساطة تمكن من الفوز بولايات مهمة، الولايات المتأرجحة بأكملها، ويسكونسن، ميشيغان، بنسلفانيا، جورجيا، وكذلك أريزونا في نهاية المطاف، وبالتالي هذه الولايات أصبحت هي الولايات الآن الأهم التي تركز عليها ويركز عليها فريق جو بايدن بأن عليهم فعل شيء تجاه هذه الولايات، لأنها أصبحت مستهدفة من قبل دونالد ترامب. وهنا لاحظ بأن منذ عام 2020 حتى هذا العام الذي نحن فيه الآن، التعداد السكاني في الولايات المتحدة الأمريكية قد تغير، وبسبب تغير التعداد السكاني تغيرت الأصوات الانتخابية الموجودة في هذه الولايات. دونالد ترامب ببساطة مع هذه الخارطة هو كسب 3 نقاط، بينما جو بايدن فقد 3 نقاط، وهذه مسألة يركز عليها فريق بايدن الانتخابي تحديدا. لاحظ هنا في 2020، لاحظ إذا ما ذهبنا إلى 2024 سيرتفع الأصوات الانتخابية لدى جو بايدن إلى أو لدى دونالد ترامب إلى 235 نقطة، بينما ينخفض جو بايدن إلى 303، ولاحظ هنا هذه 2024، لاحظ 235 مقابل 303، بالتالي فقد نقاط جو بايدن الآن. بالإضافة إلى ذلك، إلى أن استطلاعات الرأي على مستوى جورجيا وعلى مستوى أريزونا لدى ترامب تفوق عالي على جو بايدن، ما يقارب الأكثر من 5 نقاط، هذا يعتبر رقم عالي في التفوق بالنسبة لدونالد ترامب، وهذا يعني بأن دونالد ترامب لو أقيمت الانتخابات اليوم فإنه سيفوز في جورجيا وكذلك في أريزونا من دون أي مشاكل في مواجهة جو بايدن. وعلى هذا الأساس ما تبقى لدونالد ترامب هو الفوز أما في ويسكونسن ويفوز بالانتخابات الأمريكية أكثر من 270 نقطة، ميشيغان 277 نقطة ويفوز بالانتخابات، وكذلك بنسلفانيا 281 نقطة، وخاصة أن ميشيغان القاعدة المسلمة من العرب من المواطنين الأمريكيين الموجودين هنا المتعاطفين مع كل ما يجري في غزة، منتقدين تماما كل سياسات جو بايدن في دعم إسرائيل فيما يجري في قطاع غزة، هؤلاء منزعجين من جو بايدن وأوضحوا ذلك له بشكل واضح في استطلاعات الرأي في الانتخابات التمهيدية الأخيرة الرئاسية بأنهم سيقفون ضده، وهذا ببساطة يجعل دونالد ترامب قادرا
من الفوز في ميشيغان، بالتالي قاعدة الناخبين من المسلمين والعرب الأمريكيين تأثرت كثيرا لدى جو بايدن، ودونالد ترامب قادر بتحويل الخارطة بهذا الشكل ويصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. على هذا الأساس موقف جو بايدن من إسرائيل الآن غير الكثير من المسائل المهمة للغاية على مستوى هذه القاعدة. هو يوضح لهم بأنني لست ضدكم، أنا معكم ولست مع إسرائيل 100% مع ما تفعله، وبالتالي هو يحاول الحفاظ على هذه القاعدة للحفاظ على ميشيغان قدر الإمكان على الأقل كولاية متأرجحة، وأن يبقي فرصه عالية في هذه الولاية، وخاصة أن الحاكمين الجوفرنرز في كل من هذه الولايات هم من الحزب الديمقراطي، وهذه مسألة يستثمر بها جو بايدن. كذلك هنالك تركيز من عملية محاولة الفوز في نورث كارولاينا من قبل فريق جو بايدن، محاولة لتقليل الفارق وتقليص الفارق بينه وبين دونالد ترامب الذي لا زال أيضا شاسعا نوعا ما، ولكن هنالك إمكانية لفعل شيء في نورث كارولاينا. فإن تمكن جو بايدن من الفوز في نورث كارولاينا، هنا حتى لو خسر ميشيغان على سبيل المثال، ترى أن جو بايدن متفوق ب 277 نقطة. بالتالي لاحظ الحسابات الانتخابية الكبيرة التي نراها والتي على أساسها واضح جدا أن الإدارة الأمريكية تأثرت في قراراتها مع إسرائيل، وبأن الأمور ليست بالسهلة أبدا بالنسبة للجانب الإسرائيلي بسبب الوضع الانتخابي، وبسبب أيضا أن إسرائيل يبدو بأنها نوعا ما أصبحت وحيدة في هذه الفترة، وبأن العالم ومجلس الأمن الدولي، محكمة العدل الدولية وغيرها، الكل يقف ضد إسرائيل والكل مع إيقاف إطلاق النار، وبالتالي يبدو بأننا أمام أول استنفار باتجاه الحدود العراقية السورية، ونرى هذه الضربات قد تتصاعد في الفترة القادمة.